بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور أحمد حسن من صيدلية الدكتور أحمد حسن في منطقة يجوز في أيضا الحي الرشيد. سعادة الدكتور أحمد حسن، مساء الخير. مساء النور. بالبداية حابين نعرف السادة المشاهدين، وأنت أشهر من أن تعرف في صيدلية أيضا الدكتور أحمد حسن، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو الدكتور أحمد حسن؟ أحمد حسن صيدلي. نعم. بدأت دراستي من دبلوم صيدلي، خريج سنة 90. نعم. درست في 2003، خلصت بكالوريوس الصحة عامة في 2010، خلصت بكالوريوس الصيدلي. جميل. دكتور، نتحدث الآن عن صيدلية الدكتور أحمد حسن، متى تأسست؟ 10/11/2014. نعم. دكتور، حابين نتحدث عن أيضا توريد الأدوية في هذه الصيدلية. توريد الأدوية بيكون كله من خلال مستودعات الأدوية الرئيسية. نعم. أو المستودعات الأدوية الفرعية المرخصة داخل الأردن، يعني إيجنت وصب إيجنت. جميل. دكتور، نتحدث الآن أيضا عن آلية العمل وأهم الخدمات في هذه الصيدلية. الصيدلية من وظيفتها تقدم العلاج للمتلقين الخدمة للجمهور. نعم. حسب ما يوصف الطبيب. نعم. بالإضافة الدور الأهم في إرشاد المريض بالضبط إلى كيفية استعمال العلاج والمرفقات الأخرى للعلاج، نمط الحياة المعين المطلوب خصوصا بالنسبة للأمراض المزمنة. نعم. لأنه هو أساسي بالنسبة للمريض وأهميته مترافقة تماما مع أهمية الدواء. جميل. ذكرت أنت دكتور أحمد حسن الأمراض المزمنة، نتحدث الآن عن أبرز الحالات الذي يواجهها المواطنون في هذه المنطقة، منطقة يجوز حي الرشيد. بصراحة في يعني أمراض هي مثل الأمراض في باقي المملكة، أمراض نعم. سكري، الضغط، لكن في لاحظت في المنطقة هذه بالذات نعم. متابعة لمواقع على النت، هذه المواقع غير موثقة نعم. بحيث أنه أي حالة من حالات الإسهال مباشرة بصير يخطر في ذهنه بعيد عنكم مرض السرطان. نعم. أي ألم في المعدة بصير يخطر بذهنه ألم السرطان. نعم. مرض السرطان عفوا. في وسواس زائد بيرجعوا بيقرأوا عن أعراض معينة من خلال النت. نعم. ما بيكون مصادر معروفة، مصادر موثقة، بصيروا يحللوا هذا ويطبقوها على أنفسهم. نعم. فوجدت أنه الحالة النفسية باتت تلعب دور في هذه المنطقة حسب خبرتي فيها خلال هذه الفترة الموجود أنا فيها هنا. دكتور أحمد حسن، في يمكن بيجي مواطن بعض الأحيان عندك بأخذ دواء غير مرغوب، يعني دون استشارة الطبيب، حابين نتحدث عن هذا الجانب. بصراحة هذه القانون ابتداء القانون بتابعها وبلاحقها أول بأول. نعم. الأدوية الغير مرغوبة جميعها أدوية مرصدة. نعم. وكل علاج بنطلب من مستودع الأدوية في مقابله فاتورة بتطلع من هذه الأدوية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم. الآن وظيفة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتمر بالرقابة على الصيدليات. نعم. عندها فاتورة، ورد عندك مثلا من علاج معين يمنع صرفه إلى بوصفة طبية ومرصد أيضا. نعم. بدون ذكر أسماء. نعم. يا بتورجيني علب على الرف موجودة، لأنه عندهم فاتورة وردك 6 علب. نعم. أنت الآن اللي عندك 5. نعم. بدي مقابلها وصفة قانونية لصرف هذا العلاج. أكيد أكيد. هذا بالنسبة لأدوية معينة موجودة، هذه طريقة التعامل معها. نعم. في المهدئات العادية مثل الدازيبام، البرومازيبام. نعم. هذه مش مرصدة. الآن بترجع لمين؟ لا، الصيدلي نفسه. نعم. إنه هل ممكن يعطيها بوصفة أو بدون وصفة؟ نعم. الآن الحمد لله يعني إن كان يبتغي من وراها التجارة، أو في كل مهنة في لها سلبياتها وإيجابياتها. نعم. إن كان يبتغي التجارة فبيعود المكان اللي هو فيه
على أنه يرتادوا ناس معينين هو لا يرغب بوجودهم دائما أكيد أكيد. ولا يستطيع تقديم الخدمة باستمرار لهم. نعم نعم جميل كلام جميل دكتور أحمد حسن. دكتور أحمد حسن الآن ننتقل إلى تطور قطاع الصيدلي في الأردن كيف ترى؟ والله قطاع الصيدلي الصيدليات في الأردن منتشرة وحاولوا يعني حاولت النقابة يعني هذا أمر أنا ما برغب فيه أصلا نعم. إنه تحد وتجعل مسافات بين الصيدليات 200 متر عشان تقلل من عدد الصيدليات. بصراحة هذه أنا بعتبرها شخصيا تسامحني النقابة أو من سعى إلى هذا القرار نعم. هي مؤامرة على المواطن بصراحة نعم. أنت لما تخلي بين كل صيدلي وصيدلي هذا رأي حول دكتور رأي بالضبط نعم. بين كل صيدلي وصيدلي 200 متر أصبح أمام المواطن ما في خيار. الصيدلية هذه شو ما بده يعمل معه مضطر هو يتقبل نعم. الأمر نعم. بينما يعني على سبيل المثال إذا نحكي من ناحية تجارية سوق الذهب كله محلات ذهب جنب بعض أكيد. ما بتلاقي شو اسمه يعني هذه خدمة المواطن نعم. أنا إذا ما بلاقي عند الصيدلية هذه علاجي طب بدل ما أقول له اعطيني اللي ممكن يناسب اعطيني البديل اعطيني الكذا أحيانا في مفعول الدواء من شركة إلى شركة في بالناحية العملية والخبرة العملية ثبت أنه في أدوية رغم أنه المادة العلمية واحدة إلا أنه المفعول يلاحظ في بعض الاختلاف يعني غير فأنت محر. لما تحصر المواطن بده يمشي 200 متر ما لقى الدواء ممكن يمشي كمان 200 متر لصيدلية ثانية يا أخي مش صح هيك. أنا مع أني متضرر من اللي بحكيه ممكن يجي يفتح واحد جنبي على 30-40 متر نعم. بس حقيقة في النهاية أنا مواطن أكيد يعني أنا ضد هذا الحكي. بضم صوت إلى صوتك دكتور أحمد حسن دائما رزق رب العالمين. دكتور أحمد حسن نتحدث الآن عن الصعوبات أو المشكلات التي تواجه قطاع الصيدليات نتحدث عن أبرز هذه المشاكل. والله مشاكل الصيدليات بصراحة كثيرة. من أبرزها دكتور؟ بحاجة لنوع من الأمان. يعني أنت تحدثت قبل شوية عن الأدوية الغير مرغوبة نعم. الآن في حالة وجود بالتحديد لما تكون صيدلانية موجودة في الصيدلية نعم. وشخص معين بده من هذه الأدوية الغير مرغوبة شو بإمكانها تساوي؟ يعني هذا بشكل نوع من الخطر. يعني أنا إذا في صيدلانية من الزميلات بدها تداوم في صيدلية أنا مضطر أحط جنبها شاب حارس وهذا عبء على الصيدلية بصير أكيد. يعني الكاميرات بتراقب بس انت بدك دائما الوقاية خير من العلاج صح الوقاية خير من قنطرة نعم نعم جميل. دكتور أحمد حسن أنت تحدثنا الآن عن طموحات صيدلية الدكتور أحمد حسن أكيد لكم رؤية مستقبلية إن شاء الله تفتحوا مجموعة إن شاء الله وتوسعوا للأمام. والله أنا بتأمل هذا الحكي وحقيقة يعني ساعي له بشكل جاد وبإذن الله يعني خلال أقل من سنة بتكون أصبحت مجموعة في الآن يعني في إن شاء الله تقدم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. دكتور أحمد حسن تغنى التعريف الله يبارك أكيد الشعبية ما إجت من فراغ من أين جاءت هذه الشعبية دكتور أحمد حسن وأيضا الصيدلية دكتور أحمد حسن بصراحة هذا الأصل يكون هدف جميع الزملاء الصيادلة إنه مش الهدف تجاري نعم. الصيدلية ليست مكان للتجارة نعم. هي بتقدم خدمة مرتبط للمجتمع مرتبطة بشيء عزيز على الإنسان اللي هو صحته نعم. فحقيقة بالنسبة إلي التجارة ليست هي الهدف الأول نعم. زي ما حكيت لك الأرزاق بإيد ربنا سبحانه وتعالى نعم. أي شخص ما بيلزمه علاج لازم أحكي له ما بيلزمك علاج. أي شخص بيلزمه شيء بسيط من عند العطار يروح يجيبه من عند العطار نعم. بعض الناس يعني بيحكوا لي هذا السياسة اللي انت ماشي فيها مش سياسة صحيحة ما بتناسب مع الناحية التجارية نعم. تتناسب او ما تتناسب لكن تتناسب مع مفهوم الرزق اللي انا مقتنع فيه نعم جميل. دكتور احمد حسن اكيد في ذكرنا قبل قليل عن الاعراض وابرز الحالات يعني بنحكي احنا التحسس من اشعة الشمس ايضا نقول ايضا حالات التهابات حابين نتحدث عن الوقاية من هذه الاعراض الوقاية من أعراض نعم. الالتهابات التحسس والالتهابات نعم. التحسس من الشمس ممكن استخدام الواقيات الشمسية نعم. وفي أنواع متعددة في السوق ما بدي يعني أعمل دعاية أو أذكر شيء نعم. معين نعم. تقريبا معظمه التجربة هي اللي بتثبت إنه يعني أكبر برهان التجربة تثبت إنه هذا أفضل وما يناسب شخص قد لا يناسب الآخر بغض النظر عن السعر نعم. أحيانا بيكون السعر العادي مناسب لشخص السعر الباهظ لا يناسب نفس الشخص. يعني دكتور انت ذكرت بالسوق
هل يا ترى يعني نحكي احنا في عفوا بالكلمه هاي يعني في بسطات في محلات تجاريه عفوا الصيدليه اكيد هي الامان بر الامان للتجنب لي ايضا لسوء الاعراض مستقبلا. نعم. شو بتنصح المواطن؟ هذه ما هي هذه المواد الان تحفظ في الصيدليه، يعني انت شايف حاط كونديشن في الصيدليه اكيد. لا مش متعود انا على الكونديشن، فيش في بيتي كونديشن. نعم. شايف الهدف منه الحفاظ على الادويه وتخزينها. نعم. يعني اشعه الشمس بتاثر عليها ايضا. قطعا قطعا. يعني انت زي ما شفت على الباب من برا انا حاط بردايه، غير البردايه حاط كونديشن عشان يحافظ على درجه الحراره ضمن مواصفات معينه حد معين. نعم. ما تتجاوزه حتى الادويه هذه ما تتلف. اكيد. لانه هذا المكان امين، الاصل الانسان ياخذ علاجه بثقه. يعني نقول منه. يعني معظم الادويه الخارجيه اذا تعرضت للشمس تتلف كثير، معظمها. نعم. معظمها جميل فعلا. دكتور احمد حسن، قبل نهايه هذه الحلقه الشيقه، دكتور شايفين الظروف حولنا، بنقول الاردن حديقه داخل حريقه، لو قدر لك انت قبلت في هذه الايام مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القياده الحكيمه الرشيدي، في ظل هذه ايضا الظروف الاقتصاديه والسياسيه والعربيه، ماذا ستقول له دكتور احمد حسن؟ بصراحه المطلوب هو العدل، العدل اللي يمارسه ممارسين السلطة الفعليين. نعم. في الدوائر الحكومية. نعم. أي دائرة حكومية أنت بتراجعها كل موظف في الدائرة الحكومية، وأنا كنت موظف لحد قبل سنتين تقريبا. نعم. الموظف هو عبارة عن سلطة وليس مقدم خدمة. واقع الموظف أنه سلطة وليس مقدم خدمة، ولا يوجد من يتابع الموظف. لا يوجد من يتابع. لا يوجد من يتابع حقيقة. نعم. يعني ما في رقابة. قطعا ما في رقابة. نعم. وإن كان في رقابة ما في إجراءات عملية للحيلولة دون اضطهاد الموظف المواطن، وأنا كنت أحد الموظفين وأنا كنت أشوف هذا الحكي بعيني. طب شو بتنصح يا سيدي جهة المعنية للتجنب لهذه الأعراض؟ لابد من إيجاد جهة رقابية ذات صلاحيات واتخاذ إجراءات، يعني الرقابة لوحدها ما بتنفع. نعم سيدي. وأيضا شو بتشكر، حابين نشكر إحنا عبر شاشة قناة جوسات، عبر كاميرا إنجازات وطنية، ايضا الاجهزه الامنيه اكيد والمعنيه. بصراحه الاجهزه الامنيه انا اكثر شيء بشوفها في شو اسمه التنفيذ القضائي. نعم. يعني بصراحه هي مشكوره جدا، بشعر الانسان بالامان بهذا الحكي. أكيد. لكن في احيانا بيكون الموقع يختار ليس صحيح، يعني هنا خط يجوز هذا، الموقع الموجود الان مش موقع سليم لوجود الدورية الثابتة. نعم. الأصل تكون بمكان آمن بعيد عن الشارع، نحكي التفاف الشارع. نعم. بحيث أنه تعطيل لحركة المرور في موقعها الحالي، ولا هذا جهد حقيقة يعني يشعر الإنسان بالأمان، يعني ويتمنى أنه يظل موجود. يعني يجب أن يكون عملية تنظيم عملية تنظيم لهذا الجهد بس مش أكثر. تنظيم إداري. أيوة بالضبط. نعم. إحنا بنشكرك دكتور أحمد، بضم صوتي إلى صوتك أيضا، وبنشكرك، بس حابين نحدد موقع الصيدلية أكيد للسادة المشاهدين للتواصل أكيد مع الدكتور أحمد حسن. هي مدينة رصيفة. نعم. طريق يجوز حي الرشيد، نهاية حي الرشيد. نعم. يعني نهاية الخط. نعم. احنا بنشكرك دكتور احمد حسن لهذا اللقاء الشيق، وبنحكي لك الله يعطيك العافية والصحة، وجهودك مشكورة معنا لهذا البرنامج، وايضا حابين اذا حاب تضيف شيء دكتور أحمد. يبقى في امر معين حقيقة. تفضل دكتور. انا بحب احكي انه احنا ومع الاسف العمل الطبي نخر سوس، هذا السوس هو عبارة عن التجارة. نعم. ان يتحول الخدمة الطبية الى تجارة. الآن أنا بحب أحكي للمواطنين بشكل عام. تفضل. يزيد فضلك. الآن الورقة اللي بيجي حامل اسم العلاج عليها للصيدلية، إذا كانت هذه الورقة مرسوم عليها علب لشركات معينة فقد بيع هذا المريض لهذه الشركة بصراحة. نعم. الشركة لما قدمت هذا البروشور عشان يكتب عليه العلاج، الهدف منه انه يا صيدلي ما تغير الان هذا العلاج على مستوى ماده الفوليك اسيد، ماده الفوليك اسيد لوحدها تجيني مرسوم العلبه اعطيني اياها، والله يا عمي موجوده ثمنها 4.5. نعم. حاله المواطن الاردني ضعيف جدا، بس في المقابل بديل بدينار و40. نعم. فهو لما اعطى الصوره هذه
قصده انه بده يعني من مكان بيعطيها، ممكن واحد يعطيها لواحد. الصور، التعامل مع الصور هذا انا بعتبره هو تجارة بالمواطن. طب شو بتنصح المواطن دكتور؟ يستشير، يستشير من يأتمنه. الصيدلي هو الخبير بالدواء، انا ما بقول انه الصيدلي يغير، هذه ممنوحة في هذا البلد، سلطة للطبيب. اكيد اكيد دكتور. علما بانه الصيدلي تعريفه هو الخبير بالدواء وهو الاعلم بالدواء من غيره، ما يغير لك الاسم العلمي، ما يغير لك حاجة، بس يعني حتى في كليات. طب ما هو سبب التغيير دكتور؟ نعم، ما هو سبب التغيير؟ انا لا اطالب الصيدلي بالتغيير، بالعكس الوصف هي امانة. نعم، الطبيب اعطاك يعني بغض النظر عن القوانين اللي بتمنع هذا الحكي، المريض اجاك يأتمنك على صرف ما كتبه الطبيب له. نعم، لكن انا لما تجيني العلاجات صور، صور مصوراها الشركات وموزعها عمين على المعنيين بكتابة الوصفة. نعم، المريض هذا إذا ما تمكن من شراء العلاج لارتفاع ثمنه ما راح يتعالج. أكيد أكيد، راح يؤدي لضرر ومرات انتكاس. يعني احنا بنحكي الفوليك أسيد، يعني هذا مثل من شيء واسع جدا. نعم كلام جميل دكتور أحمد حسن. أكيد يمكن أكيد سادة المشاهدين إن شاء الله سمعوا أكيد من الدكتور أحمد حسن، بنحكي له إحنا كلام جواهر بصراحة. بالعكس أنت حكيت كلام جميل جدا وبتنصح السادة المشاهدين للمستقبل. ودكتور إحنا بنشكرك لهذا اللقاء من صدرية الدكتور أحمد حسن في منطقة يجوز حي الرشيد، ونقول لك الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هم بس